ويت ويت حبيبي ويت. حضرتك تشتغل في كاسكو، شنو قصتك انت؟ بس في هذا مكان، كل امريكا ما فيها غير مكان. ها احكي لك القصة. ابوي امي، ابوي الله يرحمه، من كانوا رايحين الكاسكو، امي حست بطلق. زين من جاء طلق قالت ودي المستشفى. المهم ان ولدت الصرة مالتي طاحت، امي قالت انا المكان اللي جاني بيه الطلق لازم اروح ادب الصرة. دخلوا بكاسكو يبوعوني من يسرى. المهم شافت لها زوية دبت بيها الصرة مالتي. شو انا ما ادري يا اخي، ما ادري يعني ما اسوق من غير مكان الا من كاسكو. زين كل ما اروح جزمي كزبور هيك، احس ما ادري شو يصير بي على مود هاي. ما نفسيا ترتاح من تدخل؟ إيه ارتاح. إيه. كاني شيء ضايع من عندي، ما إيه. ادري ليش. هي هاي يعني لا توقع ما يعطون راتب، بلكي بتحكي لنا وياهم يسوون راتب شيء. هي امك يعني حطت السره الله يهداها، هو غير تكلم المدير. هسه لو حطتها مثلا بشغله ذبتها على الذهب، لا لو هي لو ذبتها بال هذا بغرفه المدير كان صرت المدير انت. هي بس حطتها عش الفات. تعرف شنو قاعد ادور لحد الان؟ اريد اشوف، قاعد اروح امشي بكاسكو وين جلدي كزبر، اضل ادور انزل منا ومن هنا حتى بلكت القاها اطلعها واخذها ذبب بغرفه المدير.